أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من دفعونات نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن. يقول الشافعي: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، وذو جهل قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب. عندما يجاوز الظالمون المدى ينتهي حال طالب الحرية بالموت كمدا وحزنا داخل السجون، بعد أن قضى الأعياد والليالي الشداد وحيدا في الزنزانة، والتهمة منشور على فيسبوك لعن فيه الظلم وحلم فيه بجزائر تريق بتضحيات الشهداء، جزائر قوية ديمقراطية يكون فيها الشعب حرا ويقرر، حبسوه حتى الموت. هكذا أطفأ الظلم عمر الناشط في الحراك الجزائري السلمي حكيم دبازي رحمه الله، وألهم ذويه الصبر ٢٠٢٢. حكيم دبازي أحد نشطاء الحراك المعتقلين بسجن غرب العاصمة الجزائر، ويبلغ الفقيد 55 عاما وهو أب لثلاثة أولاد حسب تغريدة السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير على حسابه في تويتر. وحسب المصدر ذاته تعرض المرحوم للاعتقال بمدينة جحوط يوم 20 فيفري من هذه السنة أيضا من طرف الشرطة الجزائرية، وتم تقديمه لمحكمة تيبازا ثم إيداعه السجن بتهم تتعلق بمنشورات فيسبوكية. آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. آمين. لمن ظلم. آمين. لمن أيد. آمين. إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سأله السجان، قال له: يا إمام، هل أنا بظالم معاون للظالم؟ قال له: بل أنت ظالم، لولاكم ما ظلموا. ورسالة لكل الشعب الجزائري، هذا أخونا مات على ليلة الله محمد رسول الله. نعم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كل نفس ذائقة الموت، ولكن يا جماعة الإنسان يجب أن يعتبر، كفى بالموت أنه يوقظ ضمائر الناس. ربما لا تتفق مع إنسان، لكن هذا لا يعني أن ترضى بأن يموت داخل السجن رحمة الله عليه. نحسبه شهيدا، فاض إلى ربه في العصر الأواخر. آمين. رحمة الله عليه، ونحن على دربه سائرون. عهد أمام الله عز وجل وأمام كل مسلم. أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت. أثارت وفاة معتقل الحراك الشعبي حكيم دبازي في سجن القليعة جدلا وسط نشطاء والمدونين الجزائريين. حمل كثيرون السلطات مسؤولية وفاة المعتقل وعدم مراعاة ظروفه الصحية وإهماله داخل السجن. هذه الحادثة أعادت أيضا إلى الأذهان بحسب متابعينا حادثة وفاة الناشط السياسي كمال الدين فخار والصحفي محمد تملت، وكلاهما دخل في إضراب عن الطعام حينها ونقل بعدها إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاتهما لاحقا. واش كتبت في فيسبوك باش داوك الحبس؟
كتبت فيسبوك يعني كان داروا لي زوج قضايا قضايا على جال كتابة نتاعي مباشرة. كتبت ثلاث مقالات قلت لهم هوا شي شراء دخلوا يا الدولة قبل ما تصرى مشكل. وبي السوجي على واش سيكسيتي كوا حدث هنا في غردايا؟ حدث في غردايا رايت صراع صراعات ما بين شعنبة و حدث تقردي درتها السلطان ما كان لا شعنبة على بالي يعني أمور واضحة في غردايا هي أفعال تفتعل هاد الدولة من حين لآخر دي فاشن بيريوديك مي بوكيل غيزون سي سادة هو هذا السؤال هذا اللي نهبلنا وعلاش واش درنا لكم يا سيدي سرقتوا البلاد ديتوا سونا تراك ديتوا كلش خلوا الشعب يعيش ترانكيل خلوا الزوالي يعيش ترانكيل يعني دوك يخلقوا لنا أحداث هنا في غردايا راحل حكيم دباسي يعد من بين نشطاء الحراك الشعبي الموجودين في سجون السلطة الجزائرية، وهو أب لثلاثة أطفال حيث كان وضعه الصحي سيئا لكن تم رفض طلب الإفراج عنه. في هذا السياق كتبت صحفية لندعبو وقالت مباشرة بعد الإفطار تلقيت رسالة من أحد الأصدقاء في هذا الفضاء تقول إن أحد معتقل الرأي توفي دون ذكر اسمه، فبدأ عقلي بسرعة البرق يعمل ويفكر في كل الاحتمالات، وبدت لي صور أقاربي وأصدقائي الموجودين في نفس السجن تتناوب بين عيني، وبدأت أفكر كيف أخبر العائلة إذا كان الأمر يتعلق بقريب. ثم تلقيت رسالة أخرى تتحدث عن الخبر نفسه لكن هذه المرة بالاسم والصورة، وأضافت المتحدثة المرحوم هو حكيم دبازي فارق الحياة داخل أحد الزنزانات سجن القليعة الذي يقبع فيه بسبب تدوينة على فيسبوك. من غير الممكن أن يستمر الأمر هكذا علقت صحفية جزائرية ليندا عبو. أما ناشط في الجزائر شوقي بن زهرة فقال أعتبر أن سبب الوفاة هو الإهمال الطبي حيث أنه كان مريضا وإدارة السجن كانت تملك ملفه الطبي كاملا ورغم ذلك حرمته من العلاج، وعلق قائلا جريمة مكتملة الأركان تضاف لسجل هذا النظام الذي يطلق صراحة رموز الفساد ويعذب في سجونه من خرجوا في الحراك من أجل الجزائر. هكذا تحدث إذن شوقي بن زهرة. نحن مسؤولون جميعا ونتحمل مسؤولية سجناء الرأي، هكذا علق جزائريون آخرون معلقون أو قالوا أن المعتقلين كانوا يعانون والآن أصبحوا يموتون داخل السجون، إلى متى هذا السكوت؟ السلام عليكم خوتي، بسم الله الرحمن الرحيم، أرسل رسالة تعزية إلى عائلة معتقل رأي رحمه الله حكيم دبازي الذي توفي في سجن العصابة بالقليعة، ونحمل النظام الجزائري نظام العصابات كل مسؤولية أمام ربي سبحانه وأمام التاريخ. نوكل عليكم ربي حسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول لكم هذا المنبر باللي على دربهم نحن سائرون، والله ما رانا حبسين حتى من تقوم دولة العدل والقانون وعلى العهد باقون. يديروا في بالهم باللي جزائر جزائرية ديمقراطية شعبية، يديروا في بالهم باللي جزائر ستبقى الجزائريين، يديروا في بالهم باللي ستقوم الدولة المدنية دولة العدل والقانون دولة الشعب الجزائري. 7 و8 سلموا السلطة للشعب. سلام. عدة أسئلة طرحت حول خبر رحيل معتقل الحراك حكيم دبازي، هل تمت محاكمته؟ هل كان في الحبس المؤقت الذي يطول؟ في أي ظروف كان؟ من قرر سجنه وكيف مات؟ هل سيتم إجراء تحقيق جاد من قبل هيئة ذات مصداقية في جميع حالات الوفاة التي حدثت في السجون الجزائرية؟ تساءل حقوقيون، خاصة وأن وفاة الناشطين السلميين داخل المعتقلات أصبحت تحدث بهدوء وبشكل شبه دوري وفي صمت مطبق وفي غياب للمحاسبة، بل وتبدو أشبه بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء أكثر من كونها حالات وفاة طبيعية كما ادعى وزير العدل الجزائري مؤخرا، أو بسبب حادث كما حدث منذ أيام قليلة فقط. أثار السيد النائب زرفاوي تاع تبسة مسألة ما يحدث في السجون، شوف يا أخي فيه مبالغة تقول لك مثل ما يحدث في أمريكا، إن شاء الله ما نوصلوش لهذه، خلاص ما نوصلوش، لأن الأمور فيها رقابة صارمة في السجون، كنا متأكدين من هذه. الشيء اللي يحدث
مش المسجون اللي توفى، يعني نفضل ما نتكلمش عليها في العلن. عالجتها انا شخصيا، انا اللي وقفت عليها نهار الجمعه هكذا. رفضوا الاهالي تاع المسجون يدوه، قال لك لان لازم تعطونا سبب الوفاه، ما داوش حتى ندرنا تشريح جثه وعطيناها من الرابور، وما نزيدش نقول اكثر من هذا. وداوه ومقتنعين وراه تحقيق مجاني، عندنا سبب الوفاه تحدد وما عنده حتى علاقه بالعنف، ما عنده حتى علاقه بالعنف. لعبه كمال تورني يلعب في القاعه، طلع فوق الاخر، هبط في القاعه، دار مطرح يلعب، طاح في المره الاولى في المطرح، زاد عاود المره الثانيه طاح في الارض تكسب ظهر. اذا تاتي حاله وفاه حكيم دبازي لتضاف الى حالات وفاه نشطاء وصحفيين بالسجون الجزائريه، على غرار وفاه الناشط الحقوقي كمال الدين فخار والصحفي او صحفي محمد تملت، ورغم اعلان وزير العدل الاسبق طيب لوح القابع بسجن الحراش بتهم الفساد عن فتح تحقيقات في ظروف الوفيات السابقه التي حدثت، الا ان نتائجها لم تكشف بعد لغايه يومنا هذا. في حين دقت المحامية مريم شكيرين ناقوس الخطر على معتقل آخر تقول أنه فقد قدراته العقلية، مطالبة الجهات المسؤولة عن ضرورة الإفراج عنه، كما سبق لهيئة الدفاع عن المعتقلين أن نقلت شهادات لمحبوسين عوقبوا بالتحويل من سجن الحراش بالعاصمة نحو ولايتي البويرة والمدية، قالوا أنهم تعرضوا للضرب والإهانة وسوء المعاملة على خلفية دخولهم في إضراب جماعي عن الطعام احتجاجا على سجنهم التعسفي. الفقرة الأخيرة في الأسبوع الماضي تعتبرها بأنها إجراءات رحمة، لأنها إجراءات رحمة وكأنها رحيمة بهذا الشعب، تعطي انطباع بأنها رحيمة بعد ما تعتقلك وتمسلك بحريتك وتمسلك بكرامتك وتلفق لك تهم مثل تهم الإرهاب، تقول لك أني ترتدي الإفراج المؤقت وأني رحيمة بك، حتى يصدق الناس فعلا بأن هؤلاء النشطاء السياسيين تريد أن توهم الناس، والناس كلها على بالها، حتى العالم كله على باله، المنظمات الدولية، الهيئات الدولية، كل الدول على بالها، باللي الذين سجنوا في الجزائر منذ 2019 سجنوا بمواقفهم السياسية، ولم يسجنوا كما تريد السلطة أن توهم الناس بنشاطات إرهابية أو بأفكار إرهابية. بالعكس الذي يريد أن يرهب الناس ويخوف الناس ويروع الناس هي هذه السلطة التي تسن قوانين وتدير نصوص قانونية لتخويف الناس وتروع الناس وترهب الناس.